بيراميدز وحصد 3 نقاط هامه جدا في مسابقه الدوري العام الممتاز. يمكن نقاط ايجابيه كثيره نتعرف عليها من الرؤيه الفنيه للكابتن سامي الشيشيني. كابتن سامي، برحب بحضرتك على شاشه اون سبورت، يمكن ببارك لحضرتك الفوز النهارده. عايز اتكلم في البدايه معاك فنيا عن المباراه، شفت المباراه ازاي؟ كانت ايه التعليمات الفنيه للاعبين قبل المباراه واثناء المباراه؟ طبعا الله يبارك فيك بدايه، وتحياتي للكابتن سيف وضيفه الكرام. يمكن احنا الحمد لله احنا بقالنا فتره بنشتغل على فريق بيراميدز، احنا عارفين فرقه قويه، فرقه محترمه، من اقوى الفرق اللي موجوده في مصر، عندها مجموعه لعيبه مميزه، فرقه بتنافس على الدوري، فرقه الفتره اللي فاتت دي ما حدش كسبها خالص. يمكن احنا من اخر فوز لينا احنا عليهم في الكاس ما اتغلبوش من ورا فرقه سواء في افريقيا او محليا، فاحنا عملنا لهم حساب بشكل كبير، اشتغلنا على الفرقه. يمكن هو الراجل النهارده اشتغل بطريقه لعب مختلفه عن كل الماتشات اللي فاتت. النهارده لعب 2 نص ملعب بفتحي ودونجا وحط قدامه عمر جابر، ولعبوا تراوري فرود، ولعب بفاروق واسلام عيسى. دي كانت الطريقه هو ما بيلعبش بيها الفتره اللي فاتت، اعتمد على الهجمات المرتده. هو بطبيعته في جميع الماتشات اللي بيلعبها كان بيضغط من قدام، بيضغط لقدام، لكن النهارده فاجئنا بطريقه لعب مختلفه. فاجئنا ان هو قعد هو عبد الله، احنا قلنا ممكن يبدا وممكن ما يبداش، لكن احنا اشتغلنا عليهم بشكل كبير جدا. الحمد لله قدرنا ندير اللقاء بشكل كويس جدا. الراجل بصراحه بيشتغل على الفرقه، بيشتغل على اي فرقه بنلعبها، بنقعد نتكلم ونتابع. الحمد لله قدرنا نسد الثغرات بتاعتهم خلال الشوط الاول، ولما نزل عبد الله السعيد نزل له التغييرات اللي هي برضه تقدر تقفل خلال الشوط الثاني. الحمد لله قدرنا نفوز ب3 بونت. كابتن سامي، يعني اكيد حضرتك تمتلك سجل تدريبي رائع واكيد خبره تدريبيه كبيره، يعني مع طبعا وجود حضرتك كلاعب كبير لنادي الزمالك من قبل، بعد 3 مباريات رسميه ابتداء من مباراه الشرقيه في الكاس وايضا مباراه دوري ابطال افريقيا امام فريق اول اغسطس، النهارده اول مباراه رسميه في الدوري معاه ممتاز، شايف الفريق ازاي؟ شايف ايه الامور الفنيه اللي حضرتك نصحت بيها او قربت من اللاعبين نقدر نقول، او كانت تعليمات خاصه لاحد اللاعبين او معظمهم؟ لا بص، احنا معانا فرقه كبيره، معنا فرقه كبيره جدا، ومعنا لعيبه من اميز اللعيبه اللي موجوده في بعض، موجوده مع بعض خلال الفتره احنا موجودين فيها. عندنا في كل المراكز في لعيبه، في بعض المشاكل في بعض المراكز زي ما حصل نقاز المشكله بتاعته والوينش مصاب، لكن بنلعب بكل الاوراق اللي موجوده، بنحاول ندور اللعيبه اللي موجوده معانا في جميع المراكز سواء فيرود او تحت الفيرود. النهارده عبد الشافي بدا وبقاله فتره كبيره ما بيلعبش، وانا لازم انا شكرته وبشكره تاني على الاداء اللي عمله النهارده، بشكر كل لعيبه على الاداء المميز. فالحمد لله احنا بندي الثقه، وبعدين ماتش ورا ماتش ورا ماتش اللعيبه بتاخد ثقه في نفسها، المكسب ورا مكسب بيجيب ثقه اللعيبه. الحمد لله يمكن هم اتحدوا واتفقوا ان هم خلال الفتره اللي جايه دي لازم عنده يكون عنده حسن الظن بيهم بجماهيرهم. يمكن الحمد لله بعض المشاكل خلصت وخلاص، بتخلص كل المشاكل اللي كانت موجوده للعيبه، خلاص الحمد لله ما فيش اي مشكله. كل التركيز دلوقتي في الملعب، ما عندهاش حاجه غير الملعب، واللعيبه الحمد لله مركزه، وهم اتفقوا ان شاء الله النهارده يرجعوا نادي الزمالك لسابق قعده، ان انت تنافس على البطولات، وان شاء الله تبقى في افريقيا والكاس والدوري تبقى بتنافس فيهم، وان شاء الله يمكن لو في بطوله السوبر لو موجوده برضه هنلعب عليها. الحمد لله انت فرقه كبيره بتلعب على بطوله، فان شاء الله تكمل بهذا المستوى باذن الله. يعني كده كابتن سامي، يمكن المتابع الجيد لنادي الزمالك شفنا نادي الزمالك النهارده بيحاول ان هو يبني الهجمه من ورا من خلال خط الظهر، هل دي يعني نقدر نقول تاكتكس جديد هتبعها نادي الزمالك؟ بطلنا نشوف الكرات الطويله اللي كان بيتبعها الجهاز الفني السابق. احنا معانا لعيبه مميزه، معانا لعيبه مهارين كويسه قوي، تقدر تبدا من تحت، تقدر تشتغل على الاطراف، تقدر تشتغل عمق. وبعدين احنا كل مباراه وليها طريقه لعب حسب الخصم. يمكن النهارده طريقه اللعب النهارده اختلفت لما فرقه بيراميدز غيرت تكتيكها. النهارده ما كانتش بتلعب كده، بيراميدز كل الماتشات اللي فاتت بتضغط من قدام، ما بتلعبش نص ملعب. بيراميدز بتشتغل بتضغط على الاطراف وتسيب المساحات خلفها بشكل كبير، وده اللي كنا بنشتغل عليه الفتره اللي فاتت خلال تماريننا. النهارده فوجئنا ان هم غيروا طريقه لعبهم، اضطرينا ان احنا نغير، لازم، لانك عندك لعيبه كبار ما بتاخدش وقت انك تغير طريقه لعبك، ما بتاخدش وقت كبير انك تغير السيستم بتاعك. عندك لعيبه مهاريه، عندك لعيبه عندها ثقه في نفسها، عندك لعيبه كبار، الاوراق اللي موجوده معاك بتقدر تستخدمها. فالحمد لله كل مباراه بتقدر تستخدم طريقه اللعب اللي تتناسب مع امكانيات اللعيبه في المباراه دي. شكرا جدا كابتن سامي، كل التوفيق لحضرتك والباقي اللاعبين. شكرا محمد، شكرا.